بالفتات أريد الورد يعدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بناة المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشقوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء بحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم كل مساء يوم الجمعة على قناة التناصح الفضائية في برنامجكم روح الحياة. حلقتنا اليوم بعنوان الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الحق والباطل. طبعا لما أقول الصراع قائم بين الحق والباطل ولن ينتهي إلى قيام الساعة، هذا الصراع لم يرفع بموت الرسل ولا بموت المصلحين ولا بموت المقسطين، بل هو سنة وقانون، سنة ماضية وقانون جاري في الحياة، وهذا من سنة التدافع أو قانون التدافع الذي وضعه الله في الأرض لما أنزل أبانا آدم وبدأ الصراع بين أبينا قناة التناصح الفضائية. أحاديث نبوية عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال نعم. أحاديث نبوية سل إماما عاش من كلام العلماء يطلب العلم ببذل حتى سرح طرفك في تاريخ الإسلام وتجول في فصوله وأوراقه، يظهر لك أن كلمة الإسلام التي كان الصحابة وكان المسلمون في القرون الأولى يتلفظون بها كانت ذات حقيقة ثابتة، وكانت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن. قناة التناصح الفضائية. هم بالسوء وودوا لو تكفرون، يعني يتمنون بس يحصلوا فرصة للانقضاض عليكم وبعدين يبدأ في إيلامكم
بل قال في القرآن كيف وإن يظهروا عليكم، يعني لو انتصروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهد. وكل التصريحات وكل التطمينات كلها كذب، مجرد يتمكنوا لن يألوا جهدا في استئصالكم. هذه طبيعة الباطل استئصالي. والباطل له أدوات، من أعظم أدواته المنافقون. هذا من أعظم أدوات الباطل، المنافقون. المنافقون هم داخل الصف تجدهم، أو الطابور الخامس، هؤلاء الذين تأتي الطعنة في الخاسرة من الخلف. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يتكلمون بألسنتنا وبأسمائنا ويصلون معنا، لكن قلوبهم متجردة من أصل الإيمان، يظهرون الإيمان لكن أصل الإيمان غير موجود. فهؤلاء دائما يعتزوا بالكافرين من يهود ونصارى لنصرتهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة، يبوا دعمهم عزتهم. فإن العزة لله جميعا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في حقيقة الصراع أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وسنة المدافع أو قانون المدافع بين الحق والباطل لا تعني أن أهل الحق يعني يفتعلون الصراع ويحبون الصراع أبدا ويسارعون إليه ويستفتحون به. الحق دائما يملك قوة في البيان والحجة والدليل والمناظرة والحوار، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لكن أهل الباطل طبيعتهم العدوان، لأنه لا يملك الحجة، لا يملك البيان، لا يملك البراهين. كل ما يملكه الصلف والقوة. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. شوف العناد، إمكانيات. فلذلك هم يعني يشمئزون ويصيبهم الضيق والحرج عندما يرون الحق قد انتشر. لماذا؟ ويرون النور قد انتشر، لأن الحق يكشف باطلهم والنور يكشف ظلامهم وضلالهم. وكل الصراعات القائمة بين الحق والباطل سيظل الحق منتصرا ولو بعد حين. قد يستبطئ النصر لأن هناك حكمة إلهية، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الحق على الباطل إلا عندما يجرد الباطل على حقيقته، بمعنى يكشف حقيقته ويتجرد الحق من الأخلاط والشوائب والنوايا الغير سليمة. ولا تبتغي وجه الله. لما يكون الصراع، الله سبحانه وتعالى من حكمته يجعل الباطل ينكشف يوما بعد يوم، حتى لا يكون له نصيب في قلوب أتباعه الذين قد شوش عليهم، ثم يأخذ الباطل غير مأسوف عليه. فالباطل طبيعته العدوان، لا يقبل حوار ولا يقبل نقاش ولا يقبل طاولة مستديرة ولا هاتوها أعطيني أبدا. وهم بدأوكم أول مرة كما قال سبحانه وتعالى. والإرادة الحقيقية من الباطل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فإذا هنا الصراع قائم، وحقيقة الحياة السعيدة والجميلة ومش عارف إيش، هذه لا توجد في الدنيا. الدنيا دار اختبار، دار ابتلاء. السعادة في الاستقامة، في الاستمساك بلواء الحق والصبر عليه، لأن كل ما ترونه الآن هو كل مؤقت. يعني سنة 1800 تقريبا و84 كان على الكرة الأرضية 3.5 مليار. اليوم نحن في 2019، الذين كانوا 3.5 مليار كانوا موجودين، حق وباطل وهدى وضلال ونور وظلم وعرائك في بعض، اليوم ما فيش واحد منهم موجود، ذهبوا جميعا.
ذهبوا جميعا. فإذا الحياة مؤقتة، لذلك أنت أين تضع نفسك؟ وأسعد الناس هم الذين استمسكوا بعروة الله كتابا وسنة فهما وعملا وليس ادعاء، فهما وعملا. ولذلك هؤلاء أهل الحق يعرفون الحق ويعرفون بالحق. ليسوا كأولئك كعلماء السوء ومطبلين السلاطين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. رأى في ناس تشتري بدينها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه به، عطاه الله علم لكن طلب الدنيا، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا بلعام بن باعوراء عالم من علماء بني إسرائيل، أعطاه الله العلم لكن وظف العلم لجيوبه ومآربه ومناصبه والكذب وتحريف الكلم عن مواضعه. وهذه نجدوها حتى اليوم، يعني راه هو الرهان كله على المعرفة والعلم باش تميز. مش كل من تشوفها لحية وعمامة ويتكلم بآيات معناها من أهل العلم. دارد بالك، يعني مش معقول يجي واحد يقول أطيع ولي الأمر ولو رأيته في يدخل كل يوم على، يعني اسمحوا لي في الكلمة هذه، يدخل على كل يوم على مومس ويزني، ورأيته يزني ولو نص ساعة. يعني معقول يتوضا واحد بلحيته يقولها؟ يعني هذا ما أعتقدش أنه عالم، هذا ممكن يكون لواء والله رات في مخابرات ولا، لكن ما في عالم يقول للناس طيعوا خلاص طاعة عمياء. الطاعة العمياء هذه خطيرة جدا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. يعني هؤلاء اليهود قال الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فلما انزعج اليهود من ذلك قالوا ما اتخذناهم أربابا يا محمد. قال أليس كانوا يحللون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قالوا بلى. قال فتلك عبادتهم، هذه عبادة. فما يجيش واحد يقعد يعني يزوق الباطل. ولذلك العلماء الصادقين هم الذين يبينون الحق، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا يكون مثل المنافقين ياخذ لما تجي معاه ياخذ اللي بها. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الحكم لما يكون لهم يقولوا والله ما شاء الله هذا الدين الوسط وهذا الدين الصح وهذا الحداثة وهذا التطوير وهذا، ولما يكون عليهم يعرضوا يعني يتركوه، وهذا تشدد وهذا إرهاب إلى آخره. فهنا الصراع قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طبعا في خطورة، في نقطة خطيرة وخطورتها في 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 تسويغ أو إن صح التعبير تمريرها. تو بعض الناس يقول الصراع بين الحق والباطل هو صراع يعني دوافع سياسية لأهل الحق، يعني هذا الصراع بين الإسلاميين وبين مش عارف ايش. كيف الكلام هذا؟ ما كنا إسلاميين نحن؟ في حد ما يحبش الله، يحبش رسوله، يحب يطيعه ويلتزم بشرع ربه ويعيش مسلما معززا مكرما مستظل ويستفيد تحت ظل شرع ربه مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الإسلام. لكن يجي الباطل قديش يشوه، يقول لما يسب الرموز والمؤثرين والمصلحين، هذوما اخوان، هذوما مش عارف ايش، هذوما حزبيين، هذوما وانت شنو هذا؟ يعني الى ما ترمي وراء ذلك؟ ولذلك انتبه انهم يقدروا يشكوا في رموز الامه. التشكيك في رموز الامه الدعاة المصلحين له ما بعده، زي المصري اللي طلع وسب الشعراوي رحمه الله عليه، محمد متولي شعراوي العالم الجليل المفسر الذي يعني لم يسد أحد مكانه بعد وفاته،
هو قاعد في الدار الآخر، نسأل الله أن يكون من أهل الجنة وخيراته باقية إلى اليوم في اليوتيوب والتفسير. هذا إرهابي، هذا متطرف، إيش علاقتك هذا؟ يعني لماذا تسب شيء؟ لأن عنده قبول عند عوام المسلمين. هنا لماذا يقدر يصنفوا حتى يحيدوا المجتمع من حقيقة الصراع؟ لأن المسلم عنده عاطفة يعني تجاه دينه وتجاه رسوله. هذه الأمة ستظل وفية لدينها وستظل وفية لنبيها صلى الله عليه وسلم. فحقيقة الصراع اليوم لا يقول لك بين إسلاميين ولا بين هوية، إما تكون مسلم أو تكون منسلخ من هذا الدين. فالصراع حقيقة هي صراع بين إرادة الله، الإرادة الشرعية، وإرادة الذين يتبعون الشهوات، كما قال سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني سبحان الله، هذه الآيات جاءت بعد ذكر المحرمات من النساء، وبعد أن بين حد الفاحشة، وبعد أن حرض على ودعا وحث على التعفف والإحصان والتستر والإبعاد عن مواطن الريبة، ومن لم يستطع فبالصبر. بعد التشريعات هذه كلها ماذا قال؟ قال: يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة. إذن على الأقل نحن يكون عندنا، حتى لو في خلاف في فروع، لكن يكون عندنا الدين الجامع ومحكمات الشريعة. هذه محكمات الشريعة والدين الجامع والقطعيات من الدين، هذه لا مجاملة عليها، هذه لا مجاملة عليها. صنف ما شئت، لكن تجمعنا مشتركات عظيمة ودائرتها واسعة، هذه لابد أن نلتقي عليها، ولا يجرنا الباطل في تمييع حقيقة الصراع. لأن الباطل المحض لا يروج له، الباطل، أحفظوها، الباطل المحض لا يروج له، لابد أن يكون مشوبا ببعض الحق حتى يكون يفتح له باب التأويل. لا هو كذا، يعني كما يقولوا كلمة حق أريد بها باطل. إذن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم القيامة، وله أدوات متعددة، سواء بالقتال، بالإعلام، بالتشويه، بالكذب، بالافتراء، بالاستدراج، بالغواية، بإقحام الناس في مستنقعات الشهوات وسلخهم من هويتهم التي يعتزون بها، وهي سبب قوتهم، وهي سبب قوتهم. شوف، هذه الحقيقة برزت بين الإسلام وخصومة من بداية دولة الإسلام، من حيث ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته 13 عاما في مكة، ثم ذهب إلى المدينة. هؤلاء الكفار مع اختلاف بلالهم وأحزابهم وأيديولوجياتهم، كلهم اجتمعوا على استئصال ونسف والإتيان على الإسلام من قواعده، لأنهم يعرفونه لو يبقى هذا النور فهو يقضي على إيش؟ يقضي على شهواتهم ونزواتهم، ويقضي على الباطل الذي كانوا يتحكمون به في أعناق ورقاب الناس. وكان من هذه الأدوات اليهود والنصارى والوثنيون، لكن أكبر هذا العدو الخارجي، العدو الخارجي من؟ يهود، نصارى، وثنيون. طيب، والعدو الداخلي من؟ من الداخل المنافقون. المنافقون ماذا كان دورهم في الصراع؟ كان دورهم إثارة الفتن والبلبلة والبلبلة الفكرية والعاطفية، وهذا موجود اليوم، لأن المنافق ما تعرفاش يعني مع من، مرة يحكي لك بآية ويجي بحديث وهو يضع السم في العسل أو السم في الدسم. فلذلك الفتنة في الداخل دائما أقسى على الأمة من الهجوم الصريح البواح من الخارج. فالمسلمون في عصرنا اليوم لابد أن ينظروا بوعي لحقيقة الصراع. يعني مثلا أعطيكم سورة تناولت
تناولت الصراع بين الحق والباطل وكيف تآلب وتحالف تحالفت الأحزاب والأذرع على الإسلام، الأذرع من الوثنيين واليهود والنصارى والمنافقون في حرب الإسلام في غزوة الأحزاب. وصورة الأحزاب لو تقروها تشوفوا المعاناة وتشوفوا حقيقة الصراع وتشوفوا حرب الأعصاب والحرب النفسية التي كان يقوم بها المروجون للحرب لاستئصال الإسلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حاصره الأحزاب في المدينة 10,000 مقاتل، وفي المدينة كانوا 30,000. المنافقون شن كان دورهم؟ كانوا يستهزئوا بهم ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تمنتهين أنتم، بمعنى إيش؟ التفتيت في الروح المعنوية. وأخطر شيء في المواجهة الروح المعنوية، لأن لما تنهزم الروح المعنوية لا قيمة لأي يعني أداة تقاتل بها. طيب، وزد على ذلك كان في طابور خامس من المنافقين، زد على ذلك كان بنو قريظة في داخل المدينة، داخل المدينة يضربون في الخاصرة. هم واخذين عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلح بيناتهم، لكن في لحظة حرجة سينقضون كل شيء وينقضون على الإسلام من داخله. طبعا بنو قريظة هذه موجودة في كل عهد، ومصر دائما في الصراع تجد بني قريظة في الداخل قاعدين مع المنافقين. عمل المنافقين في أيام الحروب شنو هي؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وجول الصحابة هم يحفروا في الخندق، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، والله ما كم قادرين. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم، لو دخلوا الأحزاب عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، يعني قالوا لهم أنتم معانا، لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو دخلوا الأحزاب قالوا لهم نحن معك على طول، يظهر للناس بشكل لكن يبثوا فيه السموم، بحيث وهذا بأس شديد صراحة ورهيب، لأنه هو يستنفذ الروح المعنوية. هذا حالا في حال الحرب. أما في حال السلام المنافقون هو عملهم تتبع الشهوات وإثارة الشبه باسم الواحد يعبر عن راية. ما أنت بيشتقد مبدع وتقعد عبقري وتقعد مشهور، مس ثوابت الإسلام بس على طول يصنع منك نجم وتقعد ما شاء الله يعني لبعدك لدونك. فهذا كل عارجات سورة الأحزاب. وهذا سورة الأحزاب أول ما بدأت تنبيها للمؤمنين أن يوحدوا صفهم. أول شيء توحيد الصف ويلموا الشمل ويركزوا يعني على وحدة الكلمة وقواهم في مواجهة التيارات المتجهة إليهم من تلك الجبهتين. جبهة إيش؟ جبهة الكفر متمثلة في اليهود والوثنيين، وجبهة النفاق. هناك جبهتان، الكفر والنفاق. فقال سبحانه، انظر هذا الصراع الآن بدأ، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. شوف بالله عليك، هذا الكلام للصف المؤمن، إن هو الثبات وجمع الكلمة والتوكل على الله، ولا تلتفت للكافرين والمنافقين، وخذ بالأسباب واستجمع قواك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولما تكلم على الكافرين والمنافقين تكرر عدة مرات وهو يحذر من المنافقين. هذه ناخذوها بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معي بارك الله فيكم. فما معنى الحياة بغير روح، وما روح بغير هدى الحياة. نور الهداية
خطى طه مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم القيامة، والواحد يحط روح وين يهان يهان، خاصة في المواقف الواضحة، يعني خلاص ما عاش فيه حياد، ها؟ لأن الحياد بين الحق والباطل هو الحقيقة، يحسب هذا المحايد في صف الباطل، فيش حياد بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل وبين الحرية والاحتلال. هذا اليوم كما نشاهده من هؤلاء المرتزقة الذين الروس الذين يقاتلون في بلادنا وجاءوا لفرض واقع معين وسلب خيرات البلاد والجنجويد والأفارقة وأشواب الناس وأخلاط إلى آخره. هذه اليوم معاش حد يقول معاش عرفت، يعني قوة روسية واعترف بها حتى الرئيس بوتين، لكن قالوا مش شورنا هم، لكن هذه طريقة روسيا، يخشوا لك المرتزقة وبعدين يقعدوا يساوموا فيك على خيرات البلاد، وقعدت كما تشوفوا فيها الحال اليوم. لكن لازم نفهم حقيقة الصراع والمعركة بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين النور والظلام. شوف قال لما قال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، تكرر عدة مرات ذكر الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. شوف يعني هذا التحالف قديم على الحق. وفي سورة الأحزاب ذكر كثيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. شوف ولا تطع الكافرين والمنافقين، حتى في آخر سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذن هذا تحالف الكفار والمنافقين، حلف واحد وأخطرهم المنافقين. إذن مع هذا التوجيه القرآني في الوقوف ضد الكفار وضد المنافقين والتصدي لهاتين الجبهتين على سواء، وتدعو السورة أيضا الصبر، إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، وتحمل الأذية، وتدخل في قوله تعالى وأوذوا في سبيلي ينالك شيئا شيء ينالك من نورها شيء وتدخل في تحتها. ولذلك الأذية ذكرت في سورة الأحزاب من المنافقين، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا كله، ولذلك يعني حتى قبل هذه الآية قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل. إذن في أذية، حتى الأذية للأنبياء يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، في أذية فيه.
والقرآن الكريم سبحان الله يعني دائما نقول فيها كتاب هداية، كل ما تعلقنا به فهما كلما ازدادت حياتنا وضوحا ورؤيتنا للأشياء ببصيرة ونور. طبعا بعد هذا الاستطراد ندخل في معركة الأحزاب. معركة الأحزاب تألبوا كلهم، اليهود والكفار الوثنيون، وامتحان كان شديد، يعني ريح وخوف وفزع وإشاعات وإرجاف. طبعا ما كانش عندهم فيسبوك وصفحات مشبوهة وجيوش إلكترونية وذباب إلكتروني يبث في إشاعات ويكذب على الناس وإلى آخره. أنا مش عارف كيف واحد يشتغل يبث في الكذب ويأخذ في فلوس عليه، شباب بنات ناس يعني ودخلوا في دم، دخلوا واحد في دم، يعني كيف اللقمة هذه لقمة حرام، وتبني جسدك من الحرام. وأبشرك بهم وغم لازم لا يفارق قلبك إلا بتوبة نصوح. هؤلاء كلهم اجتمعوا على المدينة، ويصورها القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن تحت ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الخوف. المسلمون ظلوا قرابة شهر في موقعهم، وبين الحين والآخر مهددون بالاقتحام. هم صح حفروا الخندق وأنهم باتوا ساهرين وأخذوا بالأسباب ومنعوا خيل الكفار، يعني لكن يعني قريش عاصمة الوثنية جمعت كل من هب ودب، بل جمعت معها بدو الجزيرة. وبدو الجزيرة ما عندهمش أيديولوجية، ما عندهمش قضية، عندهم قضية واحدة بس، والنهب والسلب والغنيمة. بيسرقوا، جايين بيسرقوا، يعني ما يمثلوش مثلا عقيدة كعقيدة الوثنيين اللي هم كما نقول أيديولوجية وفكرة، لا لا، هم جايين مرتزقة هكي بالمفتوح، هم جايين يرتزقوا. كانوا خشوا تينهبوها كلها، ينهبوا الدنيا كلها، الجمل وما حمل. فهؤلاء جميعا اتفقوا أن يواجهوا الإسلام في معركة حياة أو موت، معركة وجود، وكل الأسباب المادية توحي أنهم منتصرون. كل الأسباب المادية توحي أنهم منتصرون. طيب المسلمون الآن أصلحوا في مصيدة، يعني لا يجدون منفذا، وزد على ذلك اليهود غدرت بني قريظة اللي قاعدين جوا، هذوما أكثر من اللي قاعدين جوا وينتظروا بالساعة، لكن خابوا وخسروا سكين. أظن بني قريظة قاعدين جوا باش يغدروا، ولكن نسين مكر الله العلي القدير القوي الكبير المتعال، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الله، أين مكر الله من مكرهم؟ ولذلك دائما ندعو نحن وش نقولوا: اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. الله يمكر لعباده ويمكر بالمجرم، يمكر لي لهم ويمكر بي بالمجرمين، يستدرجهم يظن انهم قادرين ثم تأتيهم قاصمة الظهر والاستئصال. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحايل يعني على هؤلاء البدو، غطفان تحديدا، غطفان، وأراد أن ينقذ دعوته. وهذا موقف الإمامة باعتباره هو رئيس الدولة، أراد أن يجتهد ويعرض عليهم الأموال. وأنتم عارفين البدو تجمعهم الأموال وتفرقهم المنافع، يعني ما عندهمش أيديولوجية. عرض عليهم عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا بحيث يفتح ثغرة في الجبهة، يرجعوا ويتركوا قريشا ويعطيهم ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة. فوافقوا، يا سلام،
احنا جايين نبو حاجه ما عندناش. كان من زمان قلتوا لنا راهو منتهي الوضع، علاش جينا وتعبنا ارواحنا وسيبنا مضاربنا وخيابنا ونسائنا؟ احنا غنيمه وسلب ونهب، هذه عقيدتنا. وذاك ما يبنوش دوله بك، عايشين على النهب والسلب والغنيمه والكرم، يعني يسرق ويكرمك، يعني جمع بين المتناقضات، نفسيه غريبه يعني. المهم وفعلا قبلوا بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عرض الامر على السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباده. فقال سعد بن معاذ: وحي هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني يعني رأيت أن الناس رمتكم عن قوس واحدة فأردت لكم خيرا. فقالوا: يا رسول الله، والله ما كنا نعطيهم إلا قرن، إلا ضيافة بس، زمان يجوا مرحبتين بهم، والله ما نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك يا سعد. خلاص يعني معناها شنو؟ شاف الجبهة متماسكة. ثم بدأت الروح المعنوية، طبعا انضمت بنو قريظة إلى المشركين اللي قاعدين جوا في المدينة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان موقنا بنصر الله، وهذه قضية مهمة، مهمة جدا، الثقة واليقين الراسخ والهدف الواضح والقيمة التي تجتمع عليها. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله أكبر، عبادنا جندنا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وهذا غيب دنيوي. إن الغيب الدنيوي مش كل الغيب آخرة، في غيب دنيوي اللي هو الوعد، وعد الله سبحانه وتعالى لعباده بالنصر والفرج، وعندما يبذلون كل طاقاتهم في الساعات الحرجة تأتي الخوارق والتغيير ويسوق الله أسبابا لم تكن في حسبانهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا هذا غيب دنيا ومستقبل، ويوم يقوم الأشهاد هذه الآخرة، يوم غيب أخروي. فإذا في غيب دنيوي إن الله ينصر الحق وأهله ولو بعد حين، لكن ربي عنده حكمة في تأخير واستبطاء النصر سبحانه وتعالى. يقول لعباده: حتى لو إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، حتى هم رأوا ألم وتعب، لكن عندكم ميزة. أنتم شنو هي الميزة؟ وترجون من الله ما لا يرجون. الله أكبر. وقال لهم: وتلك الأيام نداولها بين الناس، صعود هبوط ونصر هزيمة. وقال لهم: ويتخذ منكم شهداء. المسألة هي أنت تبذل جهدك واثق بنصر الله، وأعظم نوع من أنواع النصر هو الثبات على الحق دون زعزعة ولا اضطراب ولا شك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم واثقا من صدق وعد الله سبحانه وتعالى، فصابر وتحمل وبذل جهدا فوق الطاقة. هنا تدخل القدر. علاش قلت لك انا في الساعات الحرجة شيء يجي شيء قدري، ومسار القدر يعطل التخطيط والتدبير، يمكر بهم. قلت لك من بدري: مكر الله بالمجرمين ومكر الله لأولياء المؤمنين. يعني يمكر بهم، يجي في لحظة حرجة يستدرجهم، يقول لهم: ديروا الحاجة هذ أموركم تمام، ويديروها ويطيحوا. فهنا أرسل الله ريحا وجنودا لم تروها، وأكفئت القدور وضعت الخيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزل بهم. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، لا إله إلا هو فلا شيء بعده. روح معنويات. والغريب يا إخوة، سبحان الله، يعني هم كيف استحقوا النصر؟ استحقوا النصر بتحقيق العبودية، الامتثال، مش شاكين في الحق اللي هم عليه. يعني حتى لو ماتوا، يعني شنو بيصير؟ الموت هو انتقال لحياة جميلة وأفضل إذا كنت من أهل الحق. موت انتقال،
نحن السابقون هم السابقون ونحن اللاحقون، يعني هو يسبق ونحن نلحق، عبارة عن كل مرة واحد يلحق. يعني الموت موش نهاية نهاية كل شيء، ليست عدمية، هي انتقال من مرحلة دنيوية إلى مرحلة أخروية لها نظامها ولها ناموسها الخاص به ولها شأنها الخاص. فهو عبارة عن إيش؟ انتقال من دار إلى دار، من شارع إلى شارع، هذا الشارع في عالم الشهادة وهذا الشارع في عالم الغيب، موش النهاية، وكل حي مصير إلى الموت. لكن الابتلاء كيف تموت؟ الثبات على المبدأ والحق الذي أنت موقن به مكانة الضريبة هو نوع من النصر، نوع من النصر. كم من إنسان يخاف ويبيع ويحسب الدنيا، تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، قاعد الشيطان بطريق المهاجر وقاعد الشيطان بطريق المجاهد. يقال تهاجر فتترك مالك وتترك أرضك وتجاهد فتقتل فترمل النساء فترمل الزوجة ويتم الأولاد. قال عليه الصلاة والسلام فعصاه فهاجر وجهل. فهنا لما سبحان الله لما المشركون حاولوا يديروا هجمة ثانية، لكن كانت المواجهة من الظهيرة إلى غروب الشمس، حتى رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الوقفة، تحقيق العبودية يا إخوة، تحقيق العبودية والاستقامة الحقيقية. لازم تعرفوا الحق المحض والباطل المحض. لما يكون حق ما فيش باطل، ما فيش خلطة، ليس مشوب بشوائب. لما يكون نظيف الحق يغلب الباطل. ولذلك أحيانا يكون في حق مشوب بشوية باطل، وفي باطل واجد مشوب بشوية حق. هنا خاضع ليش؟ للتدافع حتى تتنقى، بعدين يأتي النصر. يتنقى الحق من باطله القليل، ويتنقى الباطل من الحق الذي هو فيه نوع تأويل وتسويغ ومغبش عليهم، بعدين يقعد حق واضح وباطل واضح، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ضربة في الدماغ، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ما عادش يرجع الباطل. فهنا لازم ننتبهوا له. النبي صلى الله عليه وسلم قعد من الظهيرة إلى أن غربت الشمس. ماذا كان تعقيب صاحب الرسالة؟ ماذا كان حاله؟ قال عليه الصلاة والسلام ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. سبحان الله، يعني خلونا فوتنا الصلاة ونحن نواجه فيهم. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. يعني هو لم يؤلمه إلا أن ولم يحزنه أن إلا أنه لم يسعد بلقاء الله في فترة معينة، اللي هي صلاة العصر، يسعد بها في مناجاة الله سبحانه وتعالى، حينما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا القلب وحوله قلوب مفعمة بهذه المعاني العظيمة، جديرة وحقيق أن تنال نصر الله سبحانه وتعالى، وأن تتنزل الأمطار والرياح وتعصف الرعود وتتغير نواميس الكون لأجلهم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم حانكين، ما صار شيء، جمعوا القوة وجابوا العتاد وخلاص، وجايين يغنوا ويزمروا والبرومات والدعاية والإعلانات والعياط، و 24 ساعة منتهي الموضوع، يلقى أرواحهم خاشين في عالم مش لهم بك، رايحين بك. كما قال سبحانه ورد الله الذين كفروا بغيظهم، خذوا الغيظ معاهم شايليننا مقتضين، ورد الله
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. باي بنو قريظة وأنزل الذين ظاهروهم اللي قاعدين جوا كشفوا هذه الأحداث الضخمة تكشف حقائق الناس تكشف المنافقين تكشف أصحاب السوءة وتبين المعادن وتصنع الرجال الحقيقيين لأن المواقف الصعبة يظهر فيها المعدن النفيس. فهنا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا ما تضمنته سورة الأحزاب في حقيقة الصراع بين الحق وال... مش عارف كم مازال من الوقت يا مخرج بقي دقيقتان. إذن يا إخوة كما ذكرت في بداية الحلقة الصراع بين الحق والباطل أزلي وقائم يرفع سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الحياة. السعادة الحقيقية والفردوس المنشود والخير المحض هناك عند الله سبحانه وتعالى، لكن لن ينال العبد ذاك الخير إلا أن يسلك الجادة ويسلك الطريق. واللي مغبش عليه شنو يقول؟ اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرينا الباطل باطلا جليا واضحا وارزقنا اجتنابه، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا اللي حير اللي معاند هذا راه يشقب روحه، مش قال الكفر عناد. ومن أسباب الصرف وطمس صرف القلب عن الحق وطمس البصير على رؤية الحق هو الكبر. مرات الكبر يدواعي كثيرة، أسبابه كثيرة، حقد، حسد، عناد، جهوي، قبلي، أي حاجة. قال الله سبحانه وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية عظيمة، آية عظيمة، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يشوفوا فيها آية واضحة أن حق لا يؤمنوا بها، ليش يتكبرون؟ لأنه وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. سبيل الرشد واضح، لا يتخذوه، لا من بوش. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليش الصرف؟ لماذا؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولذلك أهل الحق يمتازون بالوضوح بالصبر والجلد، وإنما كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا في الصبر، وكل ما ينزل بك هو كل يدخل في دائرة الابتلاء والاختبار، وإن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ورفع درجات وتمحيص وزلزلة وزلزلوا زلزلة لازم منها حتى تتنقى مثل الذهب لما يعرض على النار يتنقى ويصير إبريزا نقيا صافيا. هذه حقيقة الصراع أو بعضا من عناصر الصراع بين الحق والباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بصيرة نرى الحق فيها واضحا ويرزقنا اتباع الحق وأن نصبر عليه، ويرزقنا بصيرة نرى الباطل واضحا جليا ويرزقنا اجتنابا وابتعادا عنه حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. حتى ألتقيكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل على نفس الموعد على قناة التناصح الفضائية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب الجنان سعى إليها ولا يسعى لها إلا مواتي، فأقبل نحو رضوان مقيم وفوز في غد لا شك آتي. Mm-hmm.